مساء الخير. اليوم بدنا نحكي عن كيفية برمجة زونتل XT60 وزونتل XT120 بالنسبة لأي DID عن طريق الإنترنت. يعني فرضا من بروفايدر معين زي كواليتي نت عندنا بالكويت او جلف سيب او فاستيليكو، اي بروفايدر ما عنده ماخذين من عنده خدمة الدي اي دي عن طريق الانترنت. هلا اهم 3 اوبشنز مزود الخدمة حيعطيني اياها، اللي هي يوزر نيم، باسورد، دومين، عشان افعل الرقم على بدالتي او على اي بس اهم اشي بدها تكون متصلة على الانترنت. فرضا هذا المثال، ناخذ هذا الرقم زود الخدمة، حيعطيك اليوزر نيم اللي هو العاد الرقم، الباسورد حيعطيك اياه كمان، والدومين. هاي الشغلات الأساسية اللي لازم تكون عندك قبل ما نبرمج هذا الدي اي دي على البدالة. هلا قبل أهم إشي لازم نعمله، الدومين هذا لازم نضيفه على الفاير وول بالبدالة، وهي من الأخطاء اللي لازم الاي تي ياخذها بعين الاعتبار، لانه البداله ممكن اذا ما ضفت الدومين تبع المزود الخدمه على الفاير وول ممكن اي فويس باكيتس تيجي عن طريق هذا مزود الخدمه حينعملها بلوك على البداله. اول اشي حنعمل بينك هذا الدومين، نروح على سيتنج سكيورتي فاير وول استمين كلف سيب، اي فويس باكيتس او اي باكت حتيجينا بشكل عام من مزود الخدمة جلف سيب بدالة راح تقبلها. ثاني خطوة حنضيف الترنك، ريجستر ترنك بحالتنا، البروفايدر نيم عادي بنحط الرقم مجرد اسم، الهوست نيم والدومين راح يكون دومين، اليوزر نيم الرقم، باسورد مزود الخدمة اعطانا اياه للرقم، رح نعمل سيف. بعد ما نعمل سيف بتكون خلصنا الكونفيجريشن للترنك. هلا اهم اشي بالراوتر لازم نتاكد انه الاوبشن سيب ALG disabled. الراوترات سيسكو سيب اي ال جي ديسابل باي ديفولت. بالنسبة للراوترات زين وريدو كيفا سيكيورتي سيتنجز
هنلاقي الاوبشن اللي هو سب كي ال جي الراوترات زين اريد بيبا سب اي ال جي انيبلد. فلازم نتاكد انه سب اي ال جي ديسابلد عشان نتجنب الناتنج ايشو بالنسبه للدي اي دي عن طريق الانترنت. بعد هيك هنشوف الريتشابيليتي للخط. اساس نبدا استخدامه هنروح على ترانكس. زي ما احنا شايفين هون الترانك ريتشابل لاني ضفته على الفاير وول، تاكدت انه السب اي ال جي استسابلد. وبنفس الطريقه زي ما حكينا قبل outbound root عشان نبدا نستخدم الرقم، في هذه الحاله دايركت اختار الرقم السب والاكستنشن اللي تستخدم الرقم وحامل سيف بالنسبه للاوتجوينج كولز والانكومينج كولز. اختار ممكن اختار الديستنيشن كمان بعمل سيف. وهيك بهذا الفيديو بنكون تعلمنا كيف نضيف رقم من مزود خدمة عن طريق الانترنت على بدالات الزونتل XT60 وزونتل XT120. شكراً.